60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة العاشرة من العام 2018. سلام القدس عليكم. في هذه الحلقة سنتوقف أمام مسارات التهديدات الإسرائيلية وما تعرضنا له في الحلقة السابقة عن خلفية القراءة الاستراتيجية الجديدة لدى الإسرائيليين والمناورة التي تقوم على محاولة الذهاب إلى مشروع حرب تحريكية يمكن أن يكون لها سقف يتمثل بالتدخلات الدولية التي يسعى الإسرائيليون إلى استدراجها، ويتوقف أمرهم في نهاية المطاف على درجة التجاوب الروسي مع هذا الاستدراج من أجل أن تكون هناك ما بعد الحرب التحريكية التي يطلقونها مساعي دولية عاجلة وسريعة وفورية لوقف للنار وفتح لباب التفاوض. كيف تفاعل الروس؟ ما هو الموقف الروسي؟ كيف تصرف محور المقاومة تجاه روسيا؟ ما هي الرسائل التي وصلت؟ كيف تم تلقيها؟ أين نحن الآن من احتمالات وفرضيات هذه الحرب؟ الحلقة طبعا سأتناول فيها بعض المعلومات وبالتأكيد إخضاعها للتحليل أو إرفاقها بالتحليل. في الزيارة التي قام بها الرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى روسيا، شاهدنا بعد الزيارة كلام إسرائيلي يحاول أن يوحي بأن هناك شيئا مختلفا في هذه الزيارة، وتصريحات نتنياهو وقادة كيان الاحتلال بعد زيارة نتنياهو تتحدث عن معطيات جديدة. لم تجرؤ إلى الذهاب لحد القول أن هناك موقف روسي مختلف أو أن هناك ما يسميه الإسرائيليون بضوء أخضر روسي للتصرف، هذا لم يقولوه، لكن حاول الإسرائيليون الإيحاء عبر الإعلام عبر التسريبات بأن هناك معطيات جديدة، وروجوا لزيارة مستشار الأمن القومي الروسي باتروشيف إلى تل أبيب بصفتها تعبير عن هذه الأجواء الجديدة. وفعلا كان ملفتا أن يأتي مستشار الأمن القومي الروسي بعد زيارة نتنياهو إلى موسكو ولقائه بالرئيس بوتين، أن يأتي ويبقى مع وفد أمني عسكري دبلوماسي، يعني معاون وزير الخارجية وقادة أجهزة أمنية وعدد من الخبراء التقنيين العسكريين والأمنيين، وأن يقيموا في كيان الاحتلال لثلاثة أيام، وأن يتحدث الإسرائيليون بإعلامهم عن لقاءات عقدها الوفد الروسي الأمني والعسكري والدبلوماسي الرفيع والمليء بالاختصاصات التقنية المهمة، سواء مع مائير بن شباط مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أو مع يوسي كوهين رئيس الموساد وسواهما من كبار أيضا القادة الأمنيين، وصولا إلى غادي إيزنكوت رئيس أركان جيش الاحتلال، ليوحوا أيضا بأن هناك مباحثات تتم على مستوى عال ترافقت مع التصريح الذي أطلقه أفيغدور ليبرمان عن التلويح بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استثمار لبنان للبلوك التاسع من الثروة النفطية في مياه البحر المتوسط، أو مع التلميحات التي صدرت عن مراكز عديدة لدى كيان الاحتلال، مراكز على مستوى أبحاث، على مستوى قادة عسكريين يسربون، على مستوى المحللين العسكريين أليكس فيشمان أو بن شاباي الذين كتبوا جميعا عن مخاطر حرب، مناخات حرب، وربطوا هذا بشيء غير النفط، ركزوا على معادلة ما اسموه بمصانع الصواريخ التي يتهمون إيران ببنائها في كل من سوريا ولبنان، ويقولون بأنها صواريخ بعيدة المدى دقيقة التصويب تشكل كسرا للتوازنات القائمة وتهديدا وجوديا مباشرا لإسرائيل.
هذا الإطار يستدعي تدقيق. تدقيق أولا، لماذا يرسل الروس هذا المستوى من الوفد، وهل هم فعلا يأخذون ويعطون مع الإسرائيليين، يعني يتبادلون المباحثات حول القرار الإسرائيلي بالحرب؟ طبعا أنا حاولت أن أستجمع بعض المعلومات من خلال الاتصالات ومن خلال العلاقات ومن خلال بعض القراءات أيضا لمواقع روسية، ولكن الأهم هو الاتصالات مع عدد من الذين يعكسون سواء على المستوى الدبلوماسي أو على مستوى المصادر الإعلامية القريبة من الكرملين والقريبة من الخارجية، يعكسون ما يسرب إليهم من مراكز القرار الروسي حول حقيقة الموقف، كيف تنظر روسيا إلى الكلام الإسرائيلي. النقطة الأولى التي كان هناك إجماع عليها بين أكثر من مصدر، أن موسكو لا ترى أن هناك خطر حرب قادمة الآن، وأنها ترى، أي القراءة الروسية، أن هناك محاولة تأسيس إسرائيلية لمعادلة جديدة، وأن هذه المناورة الإسرائيلية التي ترفع سقف التهديد بالحرب والتي تتحدث عن المخاطر وتتحدث عن أن إسرائيل لا يمكن أن تتعايش مع هذه المتغيرات، لا يمكن لها أن تتقبل هذه التحولات الكبرى التي تدور في الجوار، أن إسرائيل تحاول أن ترفع سقف هذه المخاطر والتهديد بالتصدي لها بالقوة العسكرية والتلويح بخطر الذهاب إلى حرب من أجل مهمة معينة وفقا للقراءة الروسية مرة أخرى. هذه المهمة تريد أن تقول إسرائيل لروسيا أنه بسبب الوجود الروسي في سوريا فإن روسيا تشكل مظلة وغطاء لمجموعة من الأنشطة المعادية لإسرائيل، وطالما أن روسيا تقول بأنها ليست طرفا في أي عمل معادي لإسرائيل فإن روسيا معنية إما بأن تمنع وإما بأن تبلغ إسرائيل بأنها لا تمانع في استهداف هذه الأهداف التي تشكل خطرا على إسرائيل، أو أن تبلغ حلفائها الذين تتشارك معهم في الحرب على الإرهاب، أي إيران والمقاومة يعني حزب الله، بأنها لا تقدم التغطية لهذه الأنشطة وهي يعني لا تتحمل مسؤولية تجاه ما قد ينتج من الطرف الإسرائيلي. أن الإسرائيليين يحاولون من خلال عرض هذه المخاطر والتلويح بإمكانية الذهاب لحرب من أجل المجيء بروسيا إلى منطقة تورطها في مساع سياسية ودبلوماسية تجنب إسرائيل خطر مواجهة هذه التحديات التي يفرضها الواقع الجديد الناشئ عن انتصارات محور المقاومة. فإذا القراءة الروسية الأولى تقول بأن ما نحن أمامه هو مناورة إسرائيلية دبلوماسية سياسية عسكرية لا تهدف الذهاب إلى الحرب، لكنها تهدف إلى استدراج مساع روسية أو ضوءا أخضرا روسيا أو رفع غطاء روسي عن ما يمكن أن تستهدفه إسرائيل داخل الأراضي السورية واللبنانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن الإسرائيليين سيحاولون من خلال هذا المسعى وتطويره والإصرار عليه ومواصلة مجموعة من المحاولات المتتابعة لمثل هذه اللقاءات إلى ما يمكن تسميته وضع قواعد اشتباك جديدة، أي أن يصلوا مع روسيا، وهنا مرة أخرى أعيد هذه القراءة الروسية السياسية العسكرية الأمنية الدبلوماسية كما وصلتني من مجموعة اتصالات متعددة ومتقاطعة في حصيلتها، أن ما سيسعى إليه الإسرائيليون هو أنهم سيبدأون بعرض حقائق وقائع معلومات معطيات تقارير للوصول مع الروس إلى نوع من دفتر شروط يتضمن ما هي التطورات والمتغيرات بأنواع السلاح بأنواع التواجد بأنواع الحركة التي يعرضها الإسرائيليون عن حزب الله وعن إيران التي يمكن الحصول على عدم موافقة روسية على تغطيتها، بمعنى تعالوا نتفق أنه إقامة مصانع لصواريخ إيرانية في سوريا أمر يتخطى حدود المظلة الروسية في سوريا، نعم أم لا؟ هل إذا ثبت أن الإيرانيين يبنون هذه المصانع روسيا تعتبر أنها تقدم لها التغطية أم أنها تعتبرها تجاوزا إيرانيا لحدود المتفق عليه لنوعية ونمط وأهداف الوجود في سوريا؟ هذا ما سيحاول الإسرائيليون الوصول إليه. هل أن قيام حزب الله بإنتاج صواريخ دقيقة بعيدة المدى
تعتبره إيران تعتبره روسيا عملا مشروعا، خاصة إذا كان يستند إلى إسناد لوجستي مصدره سوريا والوجود الإيراني في سوريا تحت المظلة الروسية. هذا المسعى الإسرائيلي وفق القراءة الروسية، البداية هي استدراج شراكة روسية ثم تطوير هذا الاستدراج لجعله قواعد اشتباك، تحديد ماهية الحالات التي يمكن لروسيا أن تتفهم فيها قيام إسرائيل بضرب أهداف. المعادلة الإسرائيلية هي أنه إذا كان الروس سيذهبون إلى القبول بتحديد جدول أهداف مسموح، فهذا سوف يبدأ يشكل إسفينا ينجح الإسرائيليون بدقه بين روسيا وكل من إيران وحزب الله، وهم يسعون وهذا حسب المصادر الروسية إلى تحييد الدولة السورية وعدم تقديمها بصفتها هدفا، والقول بأن تسلح الدولة السورية وتنامي قدراتها لا يشكل هاجسا لإسرائيل، لأنه حق مشروع، تعترف إسرائيل بأن روسيا موجودة لتقدم الدعم للدولة السورية وأنها موجودة لمؤازرة الدولة السورية وأن هذه المؤازرة تترجم سلاحا وعتادا ومؤازرة نارية. هذا ليس موضوع اعتراض، لكن الاعتراض أن إيران وحزب الله اللذان يشكلان قوى خارجية في سوريا يستثمران شراكتهما مع روسيا تحت عنوان الحرب على الإرهاب لبناء وقائع مختلفة ذات وظيفة مختلفة عن الحرب على الإرهاب تشكل خطرا على إسرائيل. يريد الإسرائيليون الحصول من الروس على اعتراف، على إقرار بأن القلق الإسرائيلي هنا هو قلق مشروع، ثم إن الخطر الذي يشير إليه الإسرائيليون إذا نجحوا بإثباته بالوثائق والوقائع يشكل أهدافا مشروعة لإسرائيل. إذا حصل الإسرائيليون على هذه الشهادة الروسية فهي بمثابة ضوء أخضر للعمل العسكري، وفي هذه الحالة يكون الإسرائيليون قد نجحوا على الأقل إن لم يكن على المستوى السياسي بإنتاج حالة من الشقاق وبذار الفراق بين روسيا وحليفيها إيران وحزب الله، على الأقل على المستوى الشعبي، لأنه عندما تقوم إسرائيل بأي ضربة من هذا النوع ويبدو بصورة أو بأخرى أن روسيا غير مستاءة، أن روسيا لا تحتج، أن روسيا لا تعتبر هذا انتهاكا لحضورها، لمهابتها، لمظلتها في سوريا، هذا بالتأكيد سيترك انعكاسات على مستوى الجمهور السوري واللبناني وجمهور المقاومة، وعلى مستوى حتى الشعب في إيران ينظر إلى دور مختلف للنظرة التي يملكها الآن للدور الروسي في سوريا. وبالتالي يقول الروس أنهم متنبهون لهذا، وأنهم انطلاقا من هذا الاعتبار يقدمون مقاربة هي التي عرضها الرئيس بوتين أمام نتنياهو. هذه المقاربة تقوم على مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى فيها هي أن الروس لن يسمحوا بأي صيغة من الصيغ أن يفهم من أي مداولة تجري بينهم وبين الإسرائيليين بأنها تتضمن ضوء أخضر للقيام بعمل عسكري إسرائيلي مهما كان حجمه. ثانيا، إن الروس لن يسمحوا مهما كان الضغط الإسرائيلي واستحضار المعلومات والوثائق والوقائع والتقارير بالوصول إلى ما يسمى قواعد اشتباك يحدد مسموح وممنوع. أن المقاربة الروسية تقوم على معادلة أخرى مختلفة كليا. الأولى، وهذا أكيد من زاوية النظر الروسية التي تأكد لي بأنهم أبلغوها للإسرائيليين، وهلأ نجي منقول الدلائل وين، لكن عم بحكي بالمعلومات، أن الروس يقدمون مقاربة تقول ما يلي: ليس مهما ما يقدمه الإسرائيليون عن مؤشرات تصاعد التوتر في المنطقة بين إسرائيل وحزب الله وبين إسرائيل وإيران، ليس مهما، المهم أن هذا التوتر قائم وأن هذا التوتر ينذر بخطر انفجار تصادمي، وأن الروس لن يسمحوا بالوصول إلى التصادم، وأن الروس لن يسمحوا بالذهاب إلى حرب، وأن أي حرب في ظل الوجود الروسي في سوريا تعتبرها روسيا موجهة ضدها. ولذلك فإن روسيا تبلغ إيران وتبلغ حزب الله بأنها لا تغطي الذهاب إلى تصعيد من جبهة سوريا يؤدي إلى حرب، أي إلى إطلاق نار من الجبهة السورية يذهب إلى تفجير حرب، وهي ستدين الطرف الذي يبدأ بإطلاق النار،
وهي تعلم بأن إيران وحزب الله ليس على جدول أعمالهما، وواثقة من صدق ما تقوله إيران ويقوله حزب الله أنه ليس على جدول أعمالهما تفجير حرب، وأنه إذا وقعت أي أحداث غير مسيطر عليها فإن إيران وحزب الله لا يرغبان في الذهاب بها إلى حرب، وهي تطالب إسرائيل بأن تقدم لها بصفتها المرجعية الأمنية العسكرية الأولى في سوريا، هي من يطلب من إسرائيل وليس إسرائيل من له أن يطلب. على إسرائيل أن تفهم بأن روسيا هي الذي يطلب، كما طلبت من إيران وحزب الله التطمينات والتأكيدات بأنهما لن يفجرا حربا عبر الحدود السورية، وأنه إذا وقعت حوادث أمنية وعسكرية ظرفية بين إيران وحزب الله من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، فإن القيادة الإيرانية وقيادة حزب الله تلتزم لروسيا بالسعي للتهدئة وعدم الذهاب إلى التصعيد وإثبات النوايا بعدم الذهاب إلى الحرب، وإن من حق روسيا أن تسمع الشيء نفسه من الجانب الإسرائيلي، وإن الإسرائيليين ما يقدمونه من وقائع ومن معلومات ومن تقارير ومن وثائق بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم غير صحيحة، وما إذا كانت تعبر عن واقعا فعليا أم عن تأويلات إسرائيلية لوقائع لها معاني أخرى قد تظهر لنا بناء إسمنتيا تقولون إنه لإيران يشكل أرضية لقواعد صاروخية، وقد يقول الإيرانيون أنه مستشفى. لا يهمنا هذا، ما يهمنا هو أن تؤكدوا لنا، أن تبلغونا بشكل رسمي قرارا إسرائيليا واضحا وصريحا بأنكم لا ترغبون في الذهاب إلى حرب، وليست لديكم نوايا تطوير أي حادث عابر يمكن أن ينشأ بينكم وبين إيران وحزب الله إلى حرب، وأنكم مستعدون للتعاون مع أي مساعي للتهدئة عندما ينشأ مثل هذا الوضع المتوتر ويتفجر بصيغة من الصيغ. يقول الروس أن هذا هو الذي أبلغه الرئيس بوتين لنتنياهو، أن روسيا ليست موجودة لتستمع إلى الهواجس فقط، هي تستمع لكنها لن تعلق ولن تقول عنها شيئا. ما يعنيها هو أن هذا اللقاء الذي عقده الرئيس بوتين مع نتنياهو هو ليحصل منه على هذا التأكيد الإسرائيلي بالالتزام بعدم الذهاب إلى الحرب، بالالتزام بتخفيض منسوب التوتر والتصعيد إذا وقعت أي تصادمات عابرة أو ظرفية أو انزلقت من تحت السيطرة، وأن النية الإسرائيلية التي تريد روسيا سماعها كي لا تعتبر أن هناك مشاغبة إسرائيلية على المظلة الروسية للوضع الأمني والعسكري في سوريا، الذي يجب أن تسمعه روسيا من إسرائيل هو هذا، هو أنها ليس لديها نية قرار حرب، وأنها لن تذهب إلى حرب، وأنها لن تسمح بأن تتصاعد أي مواجهات عابرة أو ظرفية إلى مواجهة أبعد مدى تتسع وتخرج عن نطاق السيطرة. هذا في الرسالة الروسية. ثانيا، إن روسيا، وهذا الموقف الرسمي الروسي الذي أيضا أبلغ إلى نتنياهو، لا تعتبر نفسها وصية على ما تفعله إيران وما يفعله حزب الله في سوريا أو في لبنان، بل إن روسيا تعتبر أنها موجودة بقوة معاهدة تعاون وتنسيق استراتيجية مع الدولة السورية، وأن السيادة فوق الأراضي السورية هي سيادة سورية وليست روسية، وأن الجهة المرجعية الوحيدة التي يحق لها أن تقول ما هو مسموح وما هو ممنوع لإيران ولحزب الله هي الدولة السورية وليست روسيا، وأن إسرائيل عندما تأتي إلى روسيا فإنما تريد توريط روسيا، ويهم روسيا أن تلفت عناية القادة الإسرائيليين بأنها غير موافقة على مثل هذا التلاعب وعلى مثل هذا العبث وتعتبره نوعا من أنواع التذاكي. إن قضيتكم ليست عندنا، نحن العنوان الخطأ، إذا كنتم تتوجهون إلينا بصفتنا دولة عظمى فهذا شيء، وإذا كنتم تتوجهون إلينا بصفتنا الوصي الأمني العسكري على القوى المتواجدة في سوريا فهذا شيء آخر. الأول صحيح، روسيا دولة عظمى ومتمسكة بصفتها كدولة عظمى ومعنية بأن تسمع للجميع ومعنية بأن تخفض سقوف التوتر والتصعيد في كل ساحات المواجهات والنزاعات على مستوى المنطقة، لكن روسيا ليست الوصي على سوريا وترفض أن تعامل كوصي على سوريا، وترفض تكريس معادلة أنها الجهة التي تمتلك السيادة في سوريا. الجهة التي تمتلك السيادة في سوريا هي الدولة السورية، والدولة السورية هي التي تسمح وهي التي تمنع وهي التي تمنح الامتيازات، وإذا كان من معاهدة تعاون موازية
قد عقدتها الدولة السورية مع الدولة الإيرانية، ومن ضمن هذه المعاهدة حق الدولة السورية أن تمتلك سلاحا وأن تبني مصانع وأن تقيم منشآت، فهي تفعل هذا فوق أراضيها وتفعله بين دولة سيدة ودولة سيدة أخرى، فما شأن إسرائيل في هذا؟ وإذا كانت إسرائيل تريد أن توصل للدولة السورية شعورها بالقلق، فإن ما تقوم به إسرائيل على الحدود السورية هو الذي يستدعي القلق. ومن حق الدولة السورية قبل أن تستمع وتصغي إلى ما تسميه إسرائيل هواجسها أن تطلب التزاما إسرائيليا بالحد الأدنى من مقتضيات السيادة السورية، قبل أن توقف إسرائيل تعاملها مع الجماعات المسلحة، وقبل أن توقف إسرائيل إمدادها لجبهة النصرة ولسواها، وقبل أن توقف إسرائيل عبثها داخل الأرض السورية والأجواء السورية، وقبل أن توقف إسرائيل غاراتها على أهداف داخل الأراضي السورية، لا يمكن السماح لإسرائيل بأن تتحدث وأن تقول بأنها قلقة من كذا وكذا وكذا. إن إسرائيل هي المطالب أولا بأن يثبت وبأن يقدم الإثباتات والوقائع والسلوك والأداء الذي يسمح بالقول أن إسرائيل تحترم السيادة السورية، مع ربط النزاع حول الجولان وقبول روسيا بأن هذا موضوع مختلف. لكن ضمن خطة الأندوف وانتشارها على خط فصل الاشتباك عام 74 والذي انتهكته إسرائيل وقامت بهز وجوده إسرائيل وسلمت للجماعات المسلحة مناطق سيطرة الأندوف وقامت بإمدادها بالسلاح وبالذخائر وأمنت لها معابر مرور الرجال وقامت بتقديم التغطية النارية لها مرارا من الجو ومن البر، وقامت بغارات عسكرية نارية من الجو ومن الصواريخ أرض أرض من أجل تقديم الإسناد البعيد المدى لعمليات كانت تقوم بين الجيش السوري من جهة وهذه الجماعات الإرهابية من جهة أخرى. إن روسيا تطالب إسرائيل قبل أن تتحدث عن هواجس بأن تلتزم الضوابط التي يفرضها عليها القانون الدولي لجهة احترام السيادة السورية، وبعدها يمكن لإسرائيل أن تذهب عبر الأمم المتحدة لإحياء اللجان المشتركة والمطالبة بإحياء اللجان المشتركة التي كانت تقوم في مظلة الأمم المتحدة، وأن تتبادل مع سوريا الشكاوى المتصلة بمصادر قلق كل من الفريقين تجاه ما يجري فوق الجغرافيا التي يتحمل الآخر مسؤولية الأمن فيها. هذه القاعدة الثانية في المقاربة الروسية. إذن القاعدة الأولى في المقاربة الروسية تقوم على أن روسيا تعتبر بأن التصعيد والذهاب إلى الحرب أمر ممنوع، وبأنها كما سمعت من إيران وحزب الله حسن النوايا تجاه عدم الذهاب إلى الحرب، من حقها أن تسمع من إسرائيل كلاما موازيا، وأنها كما سمعت من إيران وحزب الله استعدادا ونوايا للتدخل من أجل تخفيض سقف التوتر في حال نشوء أي نزاع، فإن من حقها أن تطلب من إسرائيل شيئا موازيا، بدلا من أن تسمع من إسرائيل ما يقلقها ويزعجها وما يدفعها للتفكير بعمل عسكري وما يشكل بالنسبة لها أهدافا يمكن أن تتمادى في التصدي لها وتطلب ضوءا أخضر لاستهدافها. إن روسيا لا تريد أن تسمع هذا. النقطة الثانية هي أن سوريا هي صاحبة السيادة فوق الأرض السورية، وأن إسرائيل تتوجه نحو العنوان الخطأ عندما تفترض بأنها تخاطب عبر روسيا جهة تملك السيادة في سوريا، وإن ما بين الدولة السورية وما بين الدولة الإيرانية هو شأن يخص الدولة السورية، وأن روسيا ليست طرفا فيه، وأن ما يخص الدولة السورية في علاقتها بحزب الله هو شأن سيادي سوري، وأنه كي يحق لإسرائيل أن تبدأ بالحديث عن هواجس وقلق يمكن أن تخاطب الدولة السورية بها، فإن على إسرائيل أولا أن تثبت التزامها بمقومات ومقتضيات السيادة السورية. النقطة الثالثة هي أن روسيا تعتبر أن أي بحث حول الوضع في لبنان مع روسيا هو نوع من دخول على موضوع غير مطروح على الطاولة، فما يجري في لبنان يمكن بحثه عبر الأمم المتحدة وليس عبر روسيا. روسيا ليست موجودة في لبنان، ومظلتها العسكرية للحرب على الإرهاب لم تشمل لبنان، حتى الحرب التي جرت في الجرود الشرقية اللبنانية لم تكن روسيا شريكا فيها. وبين الدولة اللبنانية وإسرائيل لجان هدنة تجتمع برعاية الأمم المتحدة،
وبين الدولة اللبنانية وإسرائيل أمم متحدة وفق القرار 1701. وبالتالي إن التوجه الإسرائيلي نحو روسيا للحديث عن تنامي مقدرات حزب الله واعتبارها مصدر خطر ومطالبة روسيا بموقف منها بالنسبة لروسيا هو نوع من التذاكي المرفوض، هو نوع من التهويل المرفوض. إن روسيا تعتبر بأن هذا الكلام هو نوع من الابتزاز، هذا الكلام الذي قيل لإسرائيل، قيل لنتنياهو وحمله باتروشيف إلى القادة الإسرائيليين الأمنيين والعسكريين. إن روسيا تعتبر الحديث عن أنها قد تفكر بحرب على الجبهة اللبنانية تهويل وابتزاز، مرفوضين بالنسبة للقيادة الروسية. الذي يستشعر نقاط خطر يعرف كيف يسلك الطرق التي تؤدي إلى بحثها. فإذا كان لدى إسرائيل ما تعتبره انتهاكا للقرار 1701 فلتذهب عبر القنوات المعلومة لإدارة القرار 1701، وهي قنوات تشتغل وهي قنوات قائمة، ويمكن لإسرائيل عبرها أن تطرح، ويمكن للأمم المتحدة أن تسأل الدولة اللبنانية عنها. هذا الإطار للموقف الروسي. في زيارة باتروشيف تقول المعلومات أيضا وهي متقاطعة من عدة مصادر بأن ما فعله الوفد الروسي من جهة كان الاطلاع، الاستماع، التحقق من جدوى ما يقدمه الإسرائيليون، إلى أي درجة هو جدي، إلى أي درجة هو تهويلي، إلى أي درجة هو نوع من تشبيك وربط نزاع ومحاولة لإنشاء قواعد اشتباك. لكن الوفد العسكري والأمن الروسي لم يعطي التزاما ولم يعطي موقفا، وكل ما فعله بعد أن استمع طويلا واطلع طويلا وهو يجري التقييم الخاص به دون أن يكون معنيا بأن يبدي رد فعل تجاه الإسرائيلي عن هذا التقييم، كل الذي فعله هو أنه أبلغ الإسرائيليين بنصائح. هذه النصائح هي ترجمة تفصيلية أمنية عسكرية لما قاله الرئيس بوتين في السياسة، أي الذهاب إلى الأمم المتحدة، إحياء لجان 1701 وإطلاعها على ما تعتبره إسرائيل مصادر قلق، وعلى الضفة السورية، سحب اليد الإسرائيلية من المداخلة في جبهة الجولان، رفع اليد عن الجماعات المسلحة، الذهاب إلى الأمم المتحدة من أجل إعادة إحياء لجان الإندوف ليجري تبادل الشكاوى عبرها، لأن الذي تذهب إليه إسرائيل، وهنا القسم المتصل برسائل إيران وحزب الله عبر القيادة الروسية لإسرائيل، وهي رسائل تقول إن حزب الله غير خائف من التهديدات الإسرائيلية، وأن حزب الله لا يقيم اعتبارا لهذه التهديدات، وأنه يعتبرها تهويلا، وإذا كانت إسرائيل قادرة وجاهزة للذهاب إلى حرب فإن حزب الله لا يريد هذه الحرب، لكن إذا حدثت فهو سيعرف كيف سيحولها إلى فرصة، وسيعرف كيف يجعل إسرائيل تدفع ثمنها غاليا، وأن أي قوة في العالم لن تستطيع الحؤول بعد أن تندلع الحرب بين حزب الله وما يريد أن يفعله تجاه إسرائيل. إنما يمكن للآخرين فعله هو منع إسرائيل من الذهاب إلى إطلاق الطلقة الأولى. أما بعد أن تطلق الطلقة الأولى، وهذا ما سبق وقلناه في الحلقة الماضية، لكن الآن نقوله كمعلومات، كمعلومات تبلغتها القيادة الروسية ورحبت بها وأبلغتها للإسرائيليين، أن إيران وحزب الله جاهزان ومستعدان للمواجهة المفتوحة، وحريصان على عدم الذهاب إلى هذه المواجهة، حريصان على ضبط كل توتر، على ضبط كل حالة تصعيد. لكن إذا كانت المشيئة الإسرائيلية هي الذهاب إلى المواجهة، وإذا ظن الإسرائيليون أن تلويحهم بها سيؤدي إلى تقديم تنازلات سواء في الملف النفطي اللبناني أو في الملف الصاروخي الإيراني أو في ملف التعاون بين الدولة السورية وإيران وحزب الله، فإن الإسرائيليين واهمون. هذا لن يخضع لمفاوضة ولن يخضع لتنازلات. على الإسرائيليين أن يقرروا أحد أمرين، إما التعايش والمساكنة مع الحقائق والوقائع التي يمليها القانون الدولي عليهم، ومن هذه الحقائق والوقائع أن السيادة فوق الأرض اللبنانية لبنانية، وأن السيادة فوق الأرض السورية سورية، وأن ليس لإسرائيل أن تتدخل في شأن سيادي يخص لبنان أو يخص سوريا، وأن العلاقة بين الدولة السورية والدولة الإيرانية شأن لا يعني إسرائيل،
وأن ما يمكن أن تمتلكه الدولة السورية من سلاح ومقدرات وشأن يخصها، وأن ما يمكن للدولة اللبنانية أن تحمي المقاومة في امتلاكه في لبنان شأن يخص الدولة اللبنانية أيضا، أن ما يحق لإسرائيل أن تتحدث عنه هو انتهاك خط وقف إطلاق النار سواء من الجهة اللبنانية أو من الجهة السورية، وهذا ليس واقعا. وعندما يقع يحق لإسرائيل وفقا للقرار 1701 وفقا لقرار فك الاشتباك على الجبهة السورية أن تسعى لمعالجة أي اختراق لخطوط وقف النار من خلال الأطر الأممية الموجودة. أما عندما تهدد إسرائيل بأنها جاهزة للذهاب إلى حرب فسنقول لها يا مرحبا، فإذا كانت جاهزة للحرب فلتأتي، لكن الذين يريدون التدخل فليتدخلوا قبل الطلقة الأولى، فليردعوا إسرائيل عن مثل هذا التفكير، وإن مضت فيه وأصرت عليه فعلى إسرائيل أن تتحمل النتائج والتبعات، وعلى الوسطاء أن يرتضوا سحب أيديهم، وإن روسيا لن تتدخل إذا وقعت الحرب ما لم يطلب منها الطرفان. وهذه معادلة جديدة، إن روسيا لن تتدخل لطلب وقف نار على مستوى مجلس الأمن، وهذا الأمر أنا أعتقد أنه لم يحدث بالمطلق في الماضي. كان يكفي أن تستنجد إسرائيل بمجلس الأمن كي يجري البحث تحت شعار أنه هذا محرج، إذا في حرب وحدا عم بيقول أنا بدي وقف إطلاق النار فلازم أنت تلبيه. طيب ولما منكون نحن عم نطلب وقف إطلاق النار ما كان حدا يلبينا؟ في بداية حرب تموز كم ناشد لبنان وقف النار، وكم أجل اجتماع مجلس الأمن حتى أصبحت إسرائيل بحاجة لوقف النار. لكن يومها، يوم قالت إسرائيل أنها تحتاج وقف النار، كانت قضية لبنان هي المفاوضة والمناقشة على الشروط اللي كان فيها أمميين، وكان فيها يعني مجيء قوات أممية، وكان فيها انتشار جيش لبناني، وكان فيها بالبداية طلب نزع السلاح ووضع حواجز على خط 45 كيلومتر يعني عند الأول لمراقبة المواطنين العائدين، وربط عودة اللاجئين باستباقه بنشر الجيش ونشر اليونيفل. طبعا هذا كله رفض من قبل المقاومة، وكان طبعا فؤاد السنيورة أبلان كل الطلبات الأمريكية التي حملتها غونداليزا رايس، لكن كان الرئيس لحود رئيسا للجمهورية، وكانت المقاومة في قوتها، وكان الرئيس نبيه بري هو المفاوض الأول باسم المقاومة، وكانت الرسائل واضحة أن قرارا أمميا وفق الفصل السابع لن يقبل، وأن ما يقبل سقفه هو انتشار اليونيفل والجيش اللبناني وعودة اللاجئين غير مشروطة، وسلاح المقاومة ملكها ولا يمكن لأحد أن يقبل بسحب السلاح. لم يتم وقف النار إلا عندما رضخت إسرائيل وارتضت هذه الشروط. لكن في أي حرب قادمة إذا كانت إسرائيل تريد أن تحصل سلفا على قبول دولي بأنها عندما تصرخ طلبا لوقف النار فسوف تجد استجابة تترجم بقرار يصدر وفق الفصل السابع من مجلس الأمن يلزم الأطراف المتحاربة بوقف فوري لإطلاق النار والذهاب إلى طاولة المفاوضات، فإن الذي تبلغته إسرائيل من روسيا هذه المرة يقول إن روسيا لن تسمح بمداخلة على مستوى مجلس الأمن لاستصدار قرار لوقف النار إلا عندما يطلب منها الأطراف المتحاربون جميعا ذلك. يعني بده حزب الله والدولة اللبنانية، وإذا كانت سوريا مسرح من أو جبهة من جبهات المواجهة الدولة السورية، وإذا طالت الحرب ودخلت فيها إيران مباشرة الدولة الإيرانية، بده يكون كل الأطراف تطلب وقف إطلاق النار. وبالتالي هذا يعني، هذا لم يقل لكن هذا يعني، أن على إسرائيل أن تحسب حسابها إذا قررت الذهاب إلى الحرب أنها تذهب إلى حرب مفتوحة، وأن عليها أن تتحمل هي القدرة على الصمود، أنه يا جماعة الخير إذا شايفين حالكم قادرين تحملوا حرب طويلة وقادرين تتحملوا تبعات تساقط الصواريخ، ولستم أنتم الطرف الذي سيصرخ أولا، ولستم أنتم الطرف الذي سيطلب وقف إطلاق النار، روحوا على الحرب، وساعتها خلي نحن منلتزم لكم ما رح نطالبكم بوقف إطلاق نار، لا تطلبوا أنتوا ويطلبوا أطراف الآخرين. أما أن تراهنوا بأنه إذا طلبتم أنتم لأنكم لم تعودوا تتحملون استمرار الحرب وكان الآخرون في وضع يؤهلهم لمواصلة الحرب، إذا كان رهانكم أنه في هذه الحالة مجلس الأمن سيستجيب فلا تراهنوا، لأنه بكفي واحد بمجلس الأمن ما يستجيب حتى لا تتم الاستجابة، وهذا الواحد موجود.
لأن هذا الواحد متبلغ سلفا من أحد طرفين المحتملين لهذه الحرب اللي هو إيران وحزب الله، بأنه إذا وقعت الحرب فإن على إسرائيل أن تتحمل تبعات ونتائج قرار الذهاب إليها. نحن لن نذهب، هذا التزامنا، لكن إذا بدأت الحرب فنحن لن نوقف إطلاق النار عند الرغبة والمشيئة الإسرائيلية. طيب، نحن هون إذن أمام معادلة بسياق هذا الموقف الروسي، بسياق المندرجات التي عرضنا لها تباعا للحلقات المركزية في هذا الموقف الروسي، نحن أمام معادلة ردع عسكري ودبلوماسي. والموقف الروسي هنا هو نقلة نوعية في الأداء، لا يقول أن روسيا تحمي وتغطي وستقدم غطاءها الجوي ولن تسمح بضرب أهداف للمقاومة ولإيران، هذا الكلام ما صار. لكن هذا الردع الدبلوماسي مضامينه واضحة وفق اللغة الدبلوماسية الروسية، لغة المحترمة لقواعد وأسس القانون الدولي، المحترمة لمفهوم السيادة الوطنية في كل من لبنان وسوريا، المحترمة لقواعد الاشتباك التي رسمتها الأمم المتحدة بقراراتها على الجبهتين اللبنانية والسورية في مواجهة الاحتلال. هذا الموقف الروسي الدبلوماسي الذي تندرج عناصره كما أسلفنا من نقاط تبدأ من الدعوة للتهدئة وسحب فتائل التلويح بالحرب والتهديد بالحرب واعتبار الحرب خيارا مطروحا، وتمر بالدعوة للاعتراف بالسيادتين اللبنانية والسورية والاعتراف بالمؤسسات أو الأطر الدولية الأممية لمعالجة خروقات الجبهات ووقف النار، لكنها تنتهي بالردع الدبلوماسي الذي يقوم على قاعدة لا تراهنوا أن تستحصلوا على وقف لإطلاق النار يعدكم به الأمريكيون إذا ما اضطررتم لطلبه في اليوم الأول أو الثاني أو الخامس لاندلاع حرب أنتم تذهبون إليها، لا تراهنوا بأن هذا سيحدث في مجلس الأمن، لأننا لن نقبل بأن يكون وقف إطلاق النار إلا عندما يطلبه الأفرقاء المتحاربون جميعا. وبالتالي من يخرق الحرب، من يفتح الحرب، من يبدأ إطلاق النار، من يذهب إلى خيار الحرب، ليس هو من يحق له أن يعلن وقف الحرب لأنه لم يعد قادرا على تحمل تبعاتها. هذا العامل يجب أن يدفع للمزيد من التأني والتروي والهدوء وإقامة الحساب قبل الذهاب إلى التورط في خيار الحرب، وهذا ردع، هذا ردع دبلوماسي. وبالتالي المعطيات التي تقع بين أيدينا إذن تقول بأن الإسرائيليين بعد هذه المناورة التي قاموا بها سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا ومناورات عسكرية وعلى الجبهات وكلام عن حرب، وصلوا إلى المربع الأخير بأنهم غير قادرين على الذهاب إلى الحرب التحريكية، وأن الموقف الروسي المنطلق من حسابات استراتيجية في قراءة معادلة متغيرات المنطقة وصعود محور المقاومة فيها، نجح الموقف الروسي في أن ينتج الردع الدبلوماسي اللازم لمنع إسرائيل من العبث والتفكير في الذهاب إلى حرب يراهنون أن تكون تحريكا من أجل تجميد موازين القوى والحصول على جدار أمني عسكري يحمي إسرائيل واحتلالها على قاعدة تدخل دولي يفتح باب التفاوض لاحقا من حيث انتهت الأمور، أي من حيث فرضت إسرائيل أمرا واقعا اسمه تجميد الملف النفطي اللبناني واسمه القدس عاصمة لإسرائيل واسمه تعالوا نتفاوض على سلاح الصواريخ الإيراني. طيب، هذا شو رح يرتب؟ هذا يعني العودة الإسرائيلية إلى البحث عن بدائل. وما هي البدائل المتاحة بين الأيدي الإسرائيلية؟ إذا كانت الحرب الكبرى يعني المواجهة المفتوحة بالأصل فوق طاقة إسرائيل، بالأصل أصلا من بعد 2006 وإسرائيل تسلم كل يوم ورا يوم، كل جولة ورا جولة، كل مناورة ورا مناورة، كل مواجهة ورا مواجهة بأنها عاجزة عن الذهاب إلى الحرب المفتوحة، هذا واضح. وجاءت تطورات الوضع في سوريا وجاءت معها النتائج المترتبة على تنامي قدرات محور المقاومة لتؤكد لإسرائيل أنها هي وأمريكا معا ومعهم كل الحلف تبعهم عاجزون عن تحمل نتائج وتبعات المواجهة المفتوحة. طيب، إذا هذا الخيار مستبعد، وإذا الخيار الثاني اللي اسمه الحرب التحريكية التي تكون مسقوفة سلفا بتدخل دولي متفق عليه،
يمنع تدهور الأمور إلى حرب مفتوحة ويؤدي إلى تسوير إسرائيل بسوار أو بسور من الحضور الدولي يحفظ أمنها ويفتح باب التفاوض على قاعدة أن تفرض إسرائيل رؤيتها ونظرتها والحقائق الأمر الواقع التي حاولت أن تمليها. إذا كان هذا أيضا لم يعد واردا بسبب موقف محور المقاومة الثابت والواضح وبسبب حسن التصرف الروسي في التعامل مع المناورة الإسرائيلية والتذاكي الإسرائيلي وصولا إلى الردع الدبلوماسي بالتعاون بين محور المقاومة وروسيا على قواعد القانون الدولي ومفهوم السيادة الوطنية للدول، إذا كان هذا الخيار أيضا سحب من التداول وخيار المواجهة المفتوحة أصلا مسحوب، فما الذي يمكن أن يكون على الطاولة الآن؟ الخيارات المتاحة هي محدودة. خيار ثالث أكيد مسحوب من التداول هو القبول بالأمر الواقع، يعني أنه الإسرائيلي يسلم ويقول يا خي ماشي الحال نتراجع عن القدس عاصمة لإسرائيل أو نتعايش مع انتفاضة مشتعلة متنامية يمكن أن تشكل يعني حالة التهاب على مستوى المنطقة ويبدأ الأمن الإسرائيلي بالتآكل أمامها، هذا فوق قدرة إسرائيل على تحمله. بكرة جاي يوم الأرض وبعد منه جاي 15 أيار تاريخ اغتصاب فلسطين، وهي محطات بيعرف الإسرائيليين أنها ستلهب الداخل الفلسطيني ومعه الجوار، يعني أكيد بيوم الأرض وب15 أيار وبكرة منذكر بعض راح نشوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ويمكن في سوريا ويمكن في الأردن على الحدود، وممكن يعني شرارة من هناك تتسع ويصير المواجهة يومية على طريقة الداخل الفلسطيني، أنه تصير هاي الحدود مفتوحة للمواجهة الشعبية، مش عم نحكي لعمليات حربية وعسكرية، بس هذا منهك ومرهق ومكلف ومتعب للجيش وللأمن وللمجتمع والاقتصاد والسياسة، وهذا إذا فتح فتح وشو بتحمل إسرائيل شهر اثنين وخمسة وستة ناس بتحمل، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل أن تتحمل هذا. كيف ومعه مقاومة مقدراتها، كيف ومعه سوريا تتعافى وتحسم عسكريا وسياسيا، يمكن بكرة تكون الدنيا مصبحة مسي الجيش السوري بسراقب وبعد منها بمعرة النعمان ثم طريق حماة حلب الدولي مفتوحا وصولا إلى استعادة إدلب، والجيش التركي عم بيراوح مكانه عاجز عن تحقيق تقدم في عفرين، والجماعات الكردية تكتشف بأن الأمريكي لا يقدم لها التغطية التي وعدها بها، وتبدأ عملية التآكل التركية الكردية تنتج ماذا؟ تنتج توجها نحو الدولة السورية لأنه هي المخرج الوحيد من مآزق الجميع، وبالتالي هي وشايفة قدامها إسرائيل هذا المشهد في سوريا في لبنان في إيران في انتخابات بلبنان وانتخابات بالعراق، تتوج محور المقاومة منتصرا سياسيا بعد الانتصارات العسكرية التي تحققت. شو بدها تعمل إسرائيل؟ هون تعايش مش وارد، حرب مفتوحة مش وارد، حرب تحريكية سحبت من التداول. بقي أمام الإسرائيليين خيارين، خيار الحرب على غزة، والخيار الثاني هو الرهان على الفتن، وما حدا يستخف بالأمرين. هلأ أنا ما رح أحكي تفصيلا عن كل واحد من هول، رح أعمل يعني نبذة سريعة شو هي الحسابات المحيطة بكل من هذين العاملين لحتى نفتح مجال أنه في الحلقة القادمة أو التي تليها يعني لما تتجمع معطيات أكثر نحطها على الطاولة أمامنا. الحرب على غزة ينطلق الإسرائيليون من معادلة أنه غزة رغم صعوبة المعركة إذا تحولت إلى اقتحامات ومحاولة التوغل والدخول في العمق الغزاوي، معركة عسكرية مكلفة، والتقديرات التي يتداولها القادة الميدانيون الإسرائيليون منذ معارك 2013 و2014 تقول بأن على القيادة الإسرائيلية أن تضع في حسابها 5000 قتيل إذا أرادت أن تطهر غزة بالكامل، يعني أن تسيطر عليها وتنهي أي وجود مسلح فيها، وإذا أرادت أن توجه ضربة قاسية ومؤلمة وتدخل في العمق يعني تفوت على الشوارع والمناطق السكنية بكامل الأطراف فعليها أن تتحمل تبعات بين 500 و1000 قتيل، وهول بكل حروب إسرائيل ما في حدا قادر يمضي عليهم ويتحملهم. رغم هذا العامل ورغم السلاح الصاروخي الموجود لدى المقاومة وقدرته على أن يطال أهدافا في عمق الاحتلال، تل أبيب وحيفا وما بعد حيفا، عم نحكي من الجنوب للشمال يعني ما بعد حيفا باتجاهنا، رغم هذا
لا يزال لدى الإسرائيليين حساب يتحدث عن القدرة على تحمل حرب محدودة في غزة تهدف إلى تقسيم القطاع إلى 4 شطائر، وهذه خطة يجري تداول بعض عناوينها على مواقع عسكرية إسرائيلية متخصصة تقول ليس بالضروري أن نستولي على كامل غزة، ليس بالضروري أن نذهب إلى الرهان على إنهاء سلاح الصواريخ في غزة، نحن نحتاج إلى حرب ديناميكية متحركة، تمهيد جوي وناري مكثف على مجموعة محاور يهدف إلى أن نشطر غزة طولا وعرضا. يعني محور يأخذ غزة من الشرق باتجاه الغرب وصولا إلى البحر، ومحور يأخذ غزة من الشمال باتجاه الجنوب نحو الحدود المصرية، فتصبح غزة 4 مقاطع يقع بينها وجود الاحتلال. هذا مطروح في التداول العسكري الإسرائيلي، وهذا طبعا يستدعي دمار هائل، لأنه شو عم تحكي، بدك تفوت بمدينة، يعني بدك تاخد شوارع رئيسية وتاخد حواليها صفين الأبنية من الجهتين وتحولها إلى خراب، وبالتالي لن تقدر الآليات تفوت فيها وما تكون بمرمى النيران. هذا مع العلم أنه لدى المقاومة في غزة صواريخ الكورنت اللي ما كانت موجودة في المواجهات السابقة أصبحت موجودة الآن، وأن ما يمكن أن يصيب سلاح المدرعات الإسرائيلي يفوق قدرته على التحمل، وما قد يصيب سلاح المشاة الإسرائيلي يفوق قدرته على التحمل، ومثل هذه العملية قد تحتاج إلى 2 شهر مش إلى 2 و3 أيام، وخلال 2 شهر وين بتكون تساقطت الصواريخ في العمق الإسرائيلي، وقديش بتكون ألحقت أذى في الجبهة الداخلية، وقديش بتكون الانتفاضة واكبتها، والعمليات اليوم في طعن مستوطن وممكن تتفاقم وتتنامل عمليات أكثر فأكثر، وإذا عم تحكي عن 2 شهر بتكون لاقيت يوم الأرض أو لاقيت ذكرى اغتصاب فلسطين، واندلعت الحركة الشعبية الفلسطينية في كل المناطق المحيطة، مخاطرة ومغامرة كبيرة، يعني لا يوجد عاقل يقدم عليها دون أن يعد للألف. لكن هذا خيار موضوع على الطاولة الإسرائيلية بسبب المأزق، بسبب الاختناق، بسبب عدم القدرة على التعايش وتحمل تبعات استمرار النزيف والتآكل الذي تعيشه مهابة إسرائيل وحضورها ومكانتها على مستوى المنطقة. هذا احتمال وهذا خيار. الخيار الثاني اللي قدام الإسرائيليين هو أن يضعوا ويرموا ثقلهم من أجل تفجير إحدى الساحات. واضح قدامنا في الفترة الأخيرة أنه في مسعى إسرائيلي، مثلا اغتيال أحد كوادر حماس يدل أن بلبنان بصيدة من 2 أو 1 شهر يدل على أن إسرائيل أعادت إحياء شبكات عملانية. يعني الإسرائيلي من مدة 2 على الأقل آخر عملية اغتيال نفذها في لبنان، هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الإسرائيلي يعني يهدئ يسكن استخدام شبكاته العملياتية في لبنان. مش عاجز الإسرائيلي دائما أنه يلاقي عملاء ويوظفهم ويشغلهم وموجودين عنده، لكن واضح أنه كان هناك قرار إسرائيلي بالتجميد للذهاب إلى رهانات أخرى وحسابات أخرى. العودة إلى هذا يجب أن تكون مؤشر، ما بيرجع بعملية وحدة. يعني نعرف بأجهزة المخابرات، ما بتروح أجهزة المخابرات بتقرر أنه بس هالعملية، مش هون عم نحكي عن استهداف، يعني مع محبتنا واحترامنا للقيادي في حركة حماس الذي جرى استهدافه، بس أنه مش تلك العملية التي تغير ميزان القوى، هي إشارة إلى إعادة تفعيل وتزخيم وتنشيط شبكات العملاء للقيام بأعمال تنفيذية. القيام بأعمال تنفيذية بيفتح باب، يعني باب كبير أمام الاشتغال على مواقع التواصل الاجتماعي لتسعير الخلافات والاشتباكات السياسية، وخصوصا التي تأخذ طابعا طائفيا، وقد شاهدنا في الفترة الأخيرة بالخلاف بين أمل والتيار الوطني الحر لوين كانت الأمور ممكن أن تصل، واللي بيقول أنه الإسرائيلي ما بيفوت على الخط أو ما فات على الخط يعني عم يضحك على حاله، لأنه ما في أسهل من أن تحرض في مثل هذا المناخ، من أن تنشئ مواقع يعني وهمية على صفحات الفيسبوك وصفحات التويتر، شغلتها وعملتها تتخذ أسماء مسيحية لتشتم الشيعة وأسماء شيعية لتشتم المسيحيين، ومواقع بأسماء شيعية لتشتم العماد عون والوزير باسيل، ومواقع بأسماء
مسيحية لتشتم الرئيس بري وقيادات حركة أمل. ما في شيء بيمنع، وأنا أجزم أنه حصل، ومعه أجزم أنه بكل المظاهرات الطيارة اللي طلعت بالتأكيد اندس عملاء لإسرائيل وأطلقوا نار وحاولوا يذهبوا بالأمور إلى أبعد من حدود السيطرة. وما كان ملفتا أنه الحدث، ما جرى في الحدث، أمل بيقولوا ما خصنا وبيجزموا أنه ما خصنا، والحدثيين يجزمون بأن هؤلاء جاءوا من خارج الحدث وأطلقوا النار. طيب مين هن؟ حتى على ميرنا الشالوحي إذا أخذنا الروايتين بحسن نية، رواية أمل تقول أن أحدا من متظاهري الشباب المحسوبين عليها لم يطلق النار، ورواية تيار الوطن الحر تقول أن إطلاق النار تم بمبادرة من الذين جاءوا. طيب مين اللي أطلق النار؟ إن لم يكن كل هذا موضع حساب، فما هو آت يجب أن يكون موضع حساب. ما بنعرف كيف بتركب الأمور، ما بنعرف أي إشكال سياسي أو طائفي أو حزبي أو فئوي. يجب أن نعلم أنه في هذا الظرف بالتحديد عم بحكي، بعد أن سحب فتيل الحرب التحريكية الذي كانت إسرائيل تجعله خيارها الأول، وبات أمامها الجدار وانتظار التآكل والاهتراء، يجب أن نضع في الحساب أنه إذا كان مبارح أول مبارح واللي قبله في 100 سبب وسبب لتفادي الانزلاق إلى مواجهات سياسية طائفية كالتي عشناها، فإنه في الغد وبعد الغد وما هو آتٍ لازم يكون في 10,000 سبب وسبب كي لا نفعل هذا، كي نسيطر على كل إشكال، كي نخنق كل تفصيل، كي نمنع ونحول دون انفجار أي فتق في هذا الجسد الذي سيكون معرضا للاختراق وللعبث ولمحاولات التفجير. هذا لبنان. طيب العراق ليش؟ ما راعي انتخابات، والآن مبين أنه داعش فجأة رجع مبين أنه داعش عنده ناس، ورجع مبين أنه داعش بيقدر يقتل وبيقدر يحط عبوات وبيقدر. حدا عنده وهم أنه هذا الإسرائيلي بعيد عنه؟ حدا عنده وهم أنه داعش وإسرائيل يعني مش عم يرعوا من معلف واحد؟ وبالتالي حدا عنده وهم أنه المخابرات السعودية ومن تملك تجنيدهم وتحريكهم لن يكونوا جزءا، هن وسائر المخابرات الخليجية التابعة للسعودية، لن يكونوا جزءا من سيمفونية وحدة في محاولة التخريب على جبهات لبنان وسوريا والعراق وصولا إلى إيران؟ استعمال الورقة الكردية حيث يمكن، استعمال الورقة التركية حيث يمكن، الرهان على التفجير والتخريب هون وهون وهون وهون. وبالتالي شو اللي بدها إياه إسرائيل؟ يكفي إسرائيل أن تنفجر إحدى الساحات المحيطة. يعني إذا سوريا صعب تنفجر من الداخل، لبنان والعراق يصبحان هما الهدف الأول المطروح أمام إسرائيل. وبلبنان والعراق الهم الإسرائيلي هنا مش مثل ما ممكن يفترض البعض أنه فيها فريق إسرائيلي وفريق وطني. ما رح نلاقي فريق إسرائيلي حامل العلم الإسرائيلي، رح نلاقي الفريق الإسرائيلي متغلغل ومعشش داخل الفريقين ليمنع التوافق، ليمنع السيطرة على الخلافات، ليمنع حل المشاكل بالحوار. ولذلك أنا ما أريد أن أقوله على هذا الصعيد، ندائي الحقيقي العميق الحريص المسؤول، وأنا أتحدث من مسافة أكيد أنا أقرب إلى أمل من التيار الوطني الحر، وأقرب لحزب الله وأمل من التيار الوطني الحر، بس أنا حريص جدا على التيار الوطني الحر، وأنا صديق وحليف للتيار الوطني الحر، وبيعرف قادة التيار حجم التقدير الذي أملكه لما قام به التيار وقائده ورئيسه من تحول نوعي واستراتيجي في الخيارات على مستوى لبنان، وخصوصا في دعم المقاومة والوقوف وراءها. وأنا من الذين يقولون رغم هذا القرب لهنا أكثر من هناك، في هذه اللحظة أنا أقول المطلوب احتواء أي حالة تململ أو تذمر داخل جسم التيار أو على مستوى قيادته، احتضان التيار الوطني الحر الآن لمنع محاولات التسلل والتغلل تغلغل للجماعات المحسوبة على القوات اللبنانية التي هي في النهاية امتداد إسرائيلي، لتحاول أن تقول مسيحية ببعضنا شيعة ببعضهم. هذا يجب أن يكون موضع انتباه وعناية. ولذلك أنا أقول للجميع، للجميع بلا استثناء، لقيادة حزب الله ولقيادة أمل ولقيادة التيار الوطني الحر ولقيادة الحلفاء الآخرين المردة والأطراف الحليفة الأخرى، انتبهوا من الذين يدعون
حبا عاليا بكم ليصيبوا خصمكم المحلي بالأذى العالي. يعني كل واحد بده يبين مغروم بالرئيس بري ليشتم بالتيار الوطني الحر، وكل حدا بده يبين مغروم بالعماد عون والوزير باسيل ليشتم بحركة أمل، هذا لازم ترسموا علامة سؤال كبير حوله. هذا ما نابع من وطنية. اللي بحب العماد عون لازم يكون وطني، واللي بحب الرئيس بري لازم يكون وطني، يعني بحب لبنان، يعني بحب لبنان الحر، لبنان السيد، لبنان المستقل، يعني بيعرف جيدا أن الفتنة تأكل استقلال لبنان وتأكل حريته وتأكل سيادته، وبالتالي وقد الفتنة هو الترجمة لأن تحب. يعني اللي بحب الرئيس بري اليوم هو اللي بيوقد الفتنة، واللي بحب العماد عون اليوم هو اللي بيوقد الفتنة. الذي يشعل الفتنة هو كذاب، هو مخادع، هو منافق. وكذا في العراق، أنا أقول وفي العراق الخطر هو من فتنة شيعية شيعية تحت عنوان نحن نحب فلان ونحن نحب فلان. مش هذا المهم، المهم حبا بفلان نكره فلان. الكراهية وبث الكراهية في الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات سنشهد لها أيضا، كما أتحدث عن لبنان أتحدث عن العراق. الذي يحب هذا الطرف يجب أن يكون وطنيا، عم نحكي عن قوى منتمية إلى خيار المقاومة كلها، والذي يحب ذاك الطرف يجب أن يكون وطنيا أيضا، ومن هو وطني يحب العراق يعني يكره الفتنة، يعني يسعى لنبذ الفتنة. وذاك الكلام اللي عم نقوله عن لبنان، اللي بتشوفه مغروم فيك زيادة ليشتم الآخر خاف منه، واطرح علامة السؤال مين وراء اليد الإسرائيلية، ستكون مباشرة أو غير مباشرة. ممكن واحد ما يكون هو العميل الإسرائيلي وتلاقيه عم بيشتم وطالع ونازل، بس بيكون في حدا عم بيوسوس له، ما بالضرورة. وممكن يكون وجهات لها مكانتها في عشائرها أو في جماعاتها أو في مريديها وبعيدة عن العمالة كليا وصافية النوايا، لكن هذا بيكون بيقعد بصالونه حدا شغلته عملته بيعطينه الموساد وأنه أوغر صدره مثل ما بيقولوا. عجبك فلان شو عامل؟ سمعت فلان شو قال؟ في حدا على الفيسبوك من جماعة فلان؟ ليكوا شو عم بيقولوا عن الجنرال؟ ليكوا شو كاتبين عنه؟ وبيروح لهونيك حدا تاني، ليكوا شو كاتبين عن الرئيس؟ تقبلوا بتسمحوا تتسامحوا مع حدا عم يكتب عن الرئيس بالرياض؟ كل عن أبو الوطنية وساعتها إذا بتكون أحسب كرامتنا و و و و و العراق ولبنان الآن تحت المجهر الإسرائيلي ضمن معادلة كيف تصنع الفتنة، معادلة قوى المقاومة، معادلة القوى الوطنية، معادلة الحريصين في هذين البلدين. يجب أن تكون صارمة وحازمة، مش بكيف أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا، بكيف نهدئ النفوس وكيف نمنع الفتنة وكيف نطلق مناخات الحوار والقبول بالآخر والاعتراف بالشراكة. هذه هي المعادلة التي ستسقط بيد الإسرائيلي والتي ستشكل انتصارا كأنها حرب ربحناها. الذين يريدون لنا أن نربح حرب، هذه هي الطريق لنربح الحرب. من أجل القدس افعلوا هذا، وسلام القدس عليكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.